محمد بركات رئيس جمعيه مشيكين للتنميه والتعاون. بناد ساكنه قبيله مشيكين واش كانت غاسه ارسيكيلن لحقا نسن حكادير مشيكين اكاديرات تفلاس نديد لا جدود نسن يا العدد الهيمنية ربما 700 سنة أو أكثر هياد. إوا القانون اللي تدلي تحكى منه هو اللوح هو الخيرا أراد الأسد اللي سكان مدني إلا نفلاس إلا لامين إلا كريكات إلا الاحترام هو غسل يحسلوا لي التوحد الجو قدير هذا ورسول قيس تخزن مدنو لا والو إيش كديان السيد إيجاني تحت قبيلته وردي سناكري تورك تحت قبيلته ولكن السيدات استعمر أكادير أرتي استغلا أرجيسي تامز الفلوس أري استقبل إيرومين أري استقبل جميع الجنسيات أردرس تشكان أو مدناد إلكم جيسن إخس أرز نسكار هيش إنسن كادير وين ويكا أو الخيرات كلوت ورتي قبل العقل ولا القانون ولا حتى حاجه هو غير الحشم الجسم لانه يقايا النسن ولكن غير ورسول الحشم فغند ارسي كين الحق نسن استغلال الملك الجماعي قبيله مشيكين اللي هو اكادير لا يقبله العقل السيد اللي شكشوم الفلوس صحانين ماشي زعما كان تفات ولا كرا الدوله وكذلك بمساعدة الجمعية حال 2018 يبدا الإصلاح خصنا في الناس تقريبا كان 150 مليون هاسي تصوبوا قديرا فائدة به بعد كورونا اللي هو اللي يريد ده السيد نفس الحالة يستعمر ده قديرا أرده يستغلها أرده يسكريش الساكنة بمعية الجمعية سكرنا يا الانذار الشهر لفان شهر خمسة يعني اظن شهر ستة سكرنا انذار والا راه رفع شكاية لوكيل الملك هاتي غير كلي التنايم هاتي السيد هاتي انه كان كيس التنايم غير نيت الا كان كيس لا زال يستغل اكادير رغم الانذار رغم كل شيء يعني يضرب بعرض الحائط السلطات القضائية والسلطات العمومية الجندار من القايد كراي قالت لي واد غير درسوني احترم حتان ورسنا حقا ما سيستعنا والله اعلم الساكنه كان ضعيفه لا ندرنا حليات ما غير لا ندرنا الارامل لا ندرنا الشيوخ والرزدانيات والخدم واذا مادام هاد اكادير اللي شكشوم الفلوس اللي كني غير اللي نسمقل اذا خصها يستافد الجميع ماشيان يعني ماشي سين طبيعة الحال إخصى غياد في إطار القانون أدبون نمدنا في ناس الحل ولكن بادي أدي بد إخصى أقدر ذا الزوارق عاد أنزري الخطوة الموالية لستينين مدند والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد المحووي من سكينة دوار مشيكيلا من ذوي الحقوق في أكادير مشيكيل واليوم اجتمعنا من أجل أنه بالنسبة لهذا السيد اللي تيجي تيستغل أكادير مشيكيل والمطالب ديالنا كسكينة مشيكيل هو أنه بينا نستغلوه جماعة ما بيناش يستغلوا واحد الشخص بينا كاع جميع الناس ديال دوار مشيكيل يستفدوا عن طرف الجمعية يستفدوا من المداخل ديال ذاك أكادير مشيكيل ولهذا كحنا تنجيو كنلقاو واحد السيد بوحدو هو اللي تيستغل اكادير ولهذا في هذا المنبر تنشدوا السلطه المحليه تنصدوا الناس اللي عندهم المخزن في هذه البلاد باش يتدخلوا حنا الناس ديال مشيكيلا بغينا السلم بغينا الامن بغينا الامان ما بغينا الصداع ما بغيناش نديروا شي حاجه اللي اننا لا تحمد عقباها بغينا المسائل تكون واضحه وبغينا السلطه تتدخل قبل ما نتدخلوا حنا حيت حنا تنحترموا البلاد ديالنا كنحترموها بلي ان فيها الحق والقانون تنحترموا القانون في بلادنا وتنحترموا وما بغيناش نديروا حنا شي حاجه اللي لا تحمد عقباها والسلام عليكم ورحمه الله.